بهذا التشابتر تحديدا حكون عم بحكي عن البوينت تو بوينت كونكشنز. تحديدا وقت ما بحكي عن البوينت تو بوينت كونكشنز يعني انا بكون قصدي عم بحكي عن الليزد لاينز يلي هن انا بقدر استعملهم تو كونكت كامبسز توجذر. اول شغله خلونا نرجع نتذكر شويه افكار عن الوان كونكشن. بحاله الوان كونكشن يلي هي الوايد اريا نتورك انا بعرف انها هي اوند باي ان اي اس بي، يعني في عندي انترنت سيرفيس بروفايدر هو يلي بيامن لي الوان كونكتيفيتي. بمعنى تاني الوان كونكشن عندي انا هي هدفها انها تعمل لي كونكشن من اللوكال اريا نتورك للوايد اريا نتورك. يعني اذا في عندي لوكال اريا نتورك موجوده انا بالب كومباني بدي انا اطلع على الوان كونكشن تو دو سيرتن تايب اوف كونكشنز، يعني عم بحكي على الوايد اريا نتورك، فاذا انا بحاجه لهالخدمه من الاي اس بي. الكومبانيز بشكل عام بيدفعوا مصاري للاي اس بي تياخذوا الوان كونكشن. الوان كونكشن طبعا في عندي انواع مختلفه منها. عندي اول شيء السيريال كونكشن يلي هي انفورميشن بتكون عم تنبعت بت باي بت، او بارلل كونكشن يلي عندي 8 بتس ات ا تايم، ولكن طبعا الاشهر هي السيريال كونكشن. بالوان كونكشن انا في عندي ستاندردز نحن بنتبعهم. هدول الستاندردز اللي هن بيتحكموا عندي بالديتا باندوث، يعني بمعنى تاني انا في عندي الدي اس 0 يلي هي قيمته 64 كيلو بت بير سكند، وانا بحاجه اكيد اتليست لدي اس 0 تو بيرفورم وان فون كول يلي هي الفويس كول يلي نحن بنعرفها اوفر ذا تليفون سيرفيسز. طبعا اذا بدي امشي اكثر من فويس كول انا على تشانل وحده او على لينك واحد، فاذا انا بحاجه لاكثر من دي اس 0 فاذا حكون عم بطلع انا على الاي 1 او التي 1. شو الفرق بين الاي 1 وشو الفرق بين التي 1؟ الاي 1 طبعا هو اوروبيان، يعني هذا ستاندرد تبع اللي بيستعملوه بيوروب، اما النورث امريكان بيستعملوا هن التي 1. طبعا اذا بدي اطلع انا الدي اس 1 فهي عباره عن 1544، يعني بمعنى تاني عباره عن تي 1، فهي بتكون 24 دي اس 0، يعني اذا انا بضرب 24 ب 64 فبيطلع عندي 1544. اكيد انا كل ما يزيد عندي الباندويث، يعني بمعنى تاني انا عم بطلع بالتكنولوجيز، يعني بمعنى تاني عندي انا الفايبر اوبتكس بيستعملوا اللي موجود عندي هون، انا عندي من بعدين الراديو فريكوينسيز بيستعملوا الباندويث اللي موجود عندي هون، وكل وحده بيكون عندها تسميه مختلفه عن الثانيه. من بيناتهم في عندي الدي اس ال، في عندي اليو ام تي اس، في عندي الكيبل اند سو اون. اذا بدي كمل بالحكي عن الوان كونكشنز، انا في عندي تو ميثودولوجيز بستعملهم بالوان كونكتيفيتي. الاولى هي السيركت سويتش، والثانيه هي الباكيت سويتشنج. السيركت سويتش معناته انا هيدا السيركت اخده كلياته عم بستعمله بشكل انه ما في حدا بتاتا بيقدر يستعمل هيدا اللينك معي، سو ذا لينك از ريسيرفد، واكيد الداتا عندي حتمشي انا بنفس الباث، يعني بمعنى تاني كل ما ابعت داتا حتكون عم تمشي على نفس الطريق. بمجرد ما خلصت الكونكشن، يعني صار في عندي ترمينيشن، في حدا تاني يرجع يستعمل اللينك اكيد ما في اي مشكله. اما بحاله الباكيت سويتشنج شو معناته؟ معناته انا ممكن يكون في عندي اكثر من 1 يوزر عم بيستعملوا نفس اللينك، يعني بمعنى تاني الداتا حتكون ديفايدد بشكل حيكون في عندي انا سمالر يونتس اللي هن الباكيتس، واكيد هيدي الميثودولوجي هي كونكشن لس، يعني بمعنى تاني انا عم بستعمل نفس اللينك تو تارجت ذيز ديستنيشنز. بروتوكولات مختلفه موجوده عندي على الوان كونكشن. عندي ال HDLC حنحكي عنه بعد شوي، ال PPP، عندي السيريال لاين انترنت بروتوكول، عندي ال X53 فريم ريلي اند ATM. حنكون نحن عم نحكي بهذا التشابتر عن ال HDLC وال PPP. مبدئيا ال HDLC هو اختصار لكلمه هاي ليفل داتا لينك كنترول. هيدا البروتوكول هو عباره عن ستاندرد بروتوكول اتس اون باي ISO، يعني بمعنى تاني ايزو اللي حطوا ستاندردز تبعونه، بيشتغل على اللاير 2 اوف ذا اوزي موديل، واكيد بيستعمل الديفولت سيريال لينكس اللي نحن موجودين عندنا بقلب الراوتر. يعني باي ديفولت الراوترز انا بعمل لهم كونكشن توجذر، نحن ما بنعمل كونفيجريشن للانكابسوليشن لانه باي ديفولت ات از سيت تو بي اتش دي ال سي. شغله كثير مهمه انه انا في عندي بي دي يو تبع الاتش دي ال سي هو مقسم على الشكل التالي، عندي فلاج وادرس وكنترول وداتا واف سي اس وفلاج، وعندي انذر فيرجن اوف ذا اتش دي ال سي يلي هي اون باي سيسكو يلي دخلت عليا البروتوكول to support multi-protocols environment. مش كتير حفوت into details، أكيد حنشوف هلأ كيف حنعمل نحن configuration لل HDLC على الباكيت تريسر.